مين سلامة. بس عم تحكي عن انه ما عم بيضلن على مبدأهم او على كلامهم او ما عم بيطبقوا شيء من كلامهم. طب من ميلة تاني بيقدروا يقولوا لك هني كمان انه القوات من بداية هيدا الفراغ الرئاسي عم بيقولوا انه لا تشريع من دون رئيس جمهورية بظل الفراغ. طب اليوم بخصوص التمديد، لانه هذا التمديد صار مطلب فرنسي وما بعرف اذا مطلب خماسي ومطلب دولي، يعني ممكن انه يتحول، رح ينزلوا على مجلس النواب ورح يشاركوا بالجلسة التشريعية. طب وين هيدي المبدئية؟ بتشوفي حزب الله وبره شو بده يعملوا اذا بيشاركوا، اذا يمكن بره يجي يقول ما في نصاب. طب بس القوات اليوم ليه خرقت هيدا المبدا اللي كانوا ماشيين فيه؟ القوات تنتظر اشاره من من السعوديه، من امريكا، من امريكا مش من فرنسا، من السعوديه ومن امريكا. القوات معروفين، سمير جعجع معروف انتمائه لوين لوين، يعني هن اللي طلبوا انه يشارك بالجلسه التشريعيه، وحتى ولو كانت التشريعيه فضفاضه. يمكن ما تكون فضفاضه، يمكن ما يقدروا. في اقتراح، في يعني مشاريع قوانين، في اقتراحات قوانين ليرجعوا يوصلوا بالاخير لاقتراحات المعجلين. بدك تشوفي اذا بضل النصاب موجود، بس اللي بيكون مرق مرق، ما انت بتعرف. لا شو مرق مرق، يمكن ما مرق، يمكن ما مرق. اول شيء بند قياده الجيش. لا لا، بند قياده الجيش رح يكون ضمن الاقتراحات المعجله المكرره، مش قبل مشاريع بيضهروا. القوانين واقتراحات القوانين ما بتعرف شو بصير، بفلوا بفوتوا بعدين. رح يشاركوا عارف. بس انا عم اقول لك القصه ما فيها، ما عم بحكي عن القوات وحدهم. القوات ما فيهم يزعلوا لا الامريكا ولا السعوديه. الدكتور سمير جعجع من بعد اللي صار معه، من بعد قضيه الطيوني كمان، وحاول ميشيل عون تلفن له تيحطها عنده الرئيس عون، وما قبل، وقال له انا يعني، وقال له انا بعرفك منيح يا جنرال وكذا، كان يومتها بده يحطها عنده. انه هو عملها من يومتها ولهلا وكل شيء. الدكتور سمير جعجع دائما ينشد حمايه اقليميه ودوليه لاله، لانه ما فينا نقول نحن بنعمل ومنفتل ومن هذا كله بشي بشي يمشي. اليوم في قوه كبيره بالبلد، واي يعني اي غلطه مش مدروسه بتروحوا للواحد. هاي بالعرب الفصيح بتروحوا. كيف بتروحوا؟ بتروحوا ب 60 داهيه، يعني يمكن لو نزل عند قاضي التحقيق كانوا وقفوه يوم بيوم انت بتطيوني. لذلك يعني خلينا نحكي الامور مثل ما هي. اليوم ما فيها القوات، اذا في مطلب اللجنه الخماسيه تقول لهم لا، اذا بكره بيقولوا لهم للقوات اللبنانيه للدكتور جعجع بيجي السفير وليد البخاري قال له نحن بدنا ننتخب سليمان فرنجيه، بروحوا بينتخبوا سليمان فرنجيه. واللي بده يشارعني ما يشارع على شيء، ما بده يتشارع انا وياهم، بس هن بيعرفوا انه انا برفض حدا يقول عن سمير جعجع صهيوني. هذا كلام مش مزبوط ابدا. من بعد ما اجى هوسكين، شو اسمه؟ هوكشتاين. شفناه يعني ضابط احتياط عم يجزر بلبنان وبعلبك ويأمنوا له حمايه، وما بيقبل ينزل الا بمناطق حزب الله والمقاومه. ببعلبك نزلوا له لواءين يحرسوه، طراح جزر هو السفيرة بقلعة بعلبك، يعني ما على شيء. بقاش فينا نقول هذا كلام، هذا صهيوني هذا مش صهيوني، خلاص. يعني أمير قطر عم يسلم على رئيس إسرائيل، وإسرائيل عم تدمر غزة.